السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائي وبناتي طلبة التعليم التجاري، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات في بيتنا مدرسة. الحلقات اللي فاتت اتكلمنا على المناهج بتاعتنا كتعليم تجاري وعلاقتها بآليات سوق العمل، اتجاه الدولة، ربط المناهج الدراسية بسوق العمل واحتياجات سوق العمل. اتكلمنا في مادة قانون العمل والتأمينات الاجتماعية وعملنا لها أكتر من حلقة، واتكلمنا إزاي أنت كطالب تقدر تستفيد استفادة جيدة جدا من دراستك لمادة قوانين العمل في حياتك العملية لما تلتحق بإحدى المنشآت الصناعية أو الشركات. الحلقة اللي فاتت اتكلمنا على مادة إدارة المشروعات، إزاي أعمل مشروع. هنفتكر كده مع بعض الخطوات المبدئية لعمل أي مشروع. عشان تيجي تعمل مشروع، قلنا لك الأول كلمة المشروع معناها إن ده نشاط بتستخدم فيه الموارد وتنفق من أجله الأموال. يعني أنت عشان تعمل مشروع محتاج حاجتين، محتاج موارد ومحتاج فلوس أو رأس مال. طب ليه محتاجهم؟ من أجل الحصول على منافع متوقعة، والمنافع دي خلي بالك من الكلمة متوقعة مش أكيدة. ليه؟ ده مشروع ومتوقع يعني في المستقبل، والمستقبل بإيد ربنا وفي علم الغيب، لكن احنا قلنا ان احنا بنعمل حاجة اسمها دراسة الجدوى للاقتصادية. لما تيجي تعمل مشروع لازم تعمله دراسة جدوى. وافكرك وافكرك اللي عايزة تعمل مشروع ان دراسة الجدوى نوعين، دراسة جدوى مبدئية ودراسة جدوى تفصيلية. مبدئية هتعمل استطلاع اولي استكشافي، تشوف بس كده مفيش مشاكل، تبتدي تنتقل للدراسة التانية. الدراسة التانية اللي هي الدراسة التسويقية، الدراسة التفصيلية. والدراسة التفصيلية دي دراسة كاملة عن المشروع توضح أبعاد الفكرة الاستثمارية. يعني إيه؟ يعني دي دراسة كاملة على جميع مراحل المشروع، سواء كانت من الناحية التسويقية أو الفنية أو التمويلية أو مرحلة التقييم النهائية للمشروع اللي أنت هتقوم على إنشاؤه. طيب برضو قلنا ان في ما تيجي تختار موقع المشروع خلي بالك من الحاجات اللي هنقولها دي، خلي بالك من الخصائص الفنية والطبيعية لموقع المشروع. يعني ايه؟ المكان اللي انت هتعمل فيه المشروع ده شوف خصائصه الطبيعية، تضاريسه ايه، درجة الحرارة فيه ايه، كل دي خصائص طبيعية. فنية نوع التربة اللي انت هتبني عليها، ممكن تدفع مبلغ كبير جدا في قطعة ارض اللي هي تكلفة الارض يعني، وتيجي تبص تلاقي ان التربة بتاعتها غير صالحة للبناء. طب ما ده يعمل لك مشكلة وممكن يخسرك في المشروع. كمان من ضمن الحاجات اللي بتأثر على موقع المشروع ان انت بتحسب تكلفة الحصول على الارض وتمثل قد ايه من التكاليف. لان انا قلت لك انت لما يبقى معاك فلوس وعايز تعمل مشروع بتبقى عارف تكاليفك قد ايه وعمر المشروع بتاعك قد ايه عشان تقدر تحسب ايراداتك. وهقول لك الوقت ازاي تقدر تحسب ايراداتك. خدنا في الحلقة اللي فاتت ليه المشروع بيفشل، وهنكررها تاني عشان وانت بتعمل مشروع مهما كان المشروع اللي انت بتعمله بسيط، مهما كان المشروع اللي انت بتعمله رأس ماله قليل، خلي بالك ان اي حاجة من اللي انا هقولها دي ممكن ان هي تخلي المشروع بتاعك يفشل وما يحققش النجاح اللي انت عايزه. اول حاجة دراسة الجدوى الضعيفة. يعني معنى ايه؟ لازم تكون عملت للمشروع ده دراسة جدوى قوية عشان المشروع بتاعك ينجح. تعمل له دراسة جدوى قوية، وقلنا دراسة الجدوى دي في مكاتب متخصصة لدراسات الجدوى. والحلقة اللي فاتت انا نوهت وقلت ان الكتاب بتاعنا كتاب الوزارة بتاع منهج إدارة المشروعات الدولة شاكرة حطالك فيه حوالي 5 أو 6 انواع من انواع دراسات الجدوى. يعني لما تيجي تعمل مشروع بدل ما تروح لمكتب متخصص وتدفع مبلغ وقدره، لا، عندك دراسة الجدوى موجودة في كتاب المدرسة. كلمنا كمان عن من الحاجات اللي بتخلي المشروع يفشل ان انت بتكون مقدر التكاليف باقل من قيمتها. يعني ايه؟ حاسب زي بالظبط كده لما تكون طالع مشوار او رايح رحلة وتقوم قايل انا محتاج في الرحلة 100 جنيه، انت حسبتها كده، لما طلعت الرحلة مش هتعرف ترجع، لكن تلاقيت ال 100 جنيه ما تكفيش، كده انت قدرت التكاليف باقل من قيمتها. طبعا ده بيعود عليك بالسلب. كمان من ضمن العوامل بتخلي المشروع يفشل ان انت بتحط جدول زمني متفائل او بتبالغ في عائد
الاستثمار او بتتنبأ تنبؤ مسرف بنتائج المشروعات. كل الحاجات دي تخلي بالك منها وانت بتعمل المشروع، المشروع بتاعك بينجح. طيب هنكمل مع بعض كده الخطوات العلمية لعمل مشروع. احنا قلنا الدراسة نوعين، مبدئية وتفصيلية. اول حاجة في التفصيلية اللي هي الدراسة التسويقية. يعني ايه كلمة دراسة تسويقية؟ يعني اما جاء هل دراسة تسويقية، يبقى لازم نعرف الاول فرق مهم جدا ما بين كلمة التسويق والبيع. التسويق غير البيع، والبيع غير التسويق. يعني ايه؟ مين فيهم اللي جزء من مين، ولا مين فيهم اللي اكبر، ولا ده معناه ايه، ولا ده معناه ايه؟ هقول لك انا. البيع جزء من التسويق. التسويق كلمة اعم واشمل من البيع. كلمة التسويق بتشمل معاني كتير جدا، من ضمن المعاني اللي بتشملها كلمة البيع. يعني البيع ده نقطة في التسويق. يعني ايه برضو البيع ده؟ يعني ايه؟ يعني منتجات موجودة على ارض الواقع وفي المخازن ومعدة للبيع، دي كده اطلق عليها البيع. اما التسويق ده انا ممكن اسوق لمنتج مش موجود اصلا، ممكن اعلن عن منتج مش موجود. يبقى معنى كده ان التسويق يختلف عن البيع. طب يعني ايه التسويق؟ التسويق معناه اشباع رغبات واحتياجات المستهلك. خد بالك من الكلام، المنتج لو قدر ان هو يشبع احتياجات ورغبات المستهلك هيحصل على رضاء العميل، ولو حصل المنتج على رضاء العميل كده عمل كده بنسميها ان هو نال او استحوذ على عقل العميل. مين فينا ما بيسمعش الجملة ديت لما والده ووالدته تقول له ايه، انزل هات لي كذا منتج معين، مش هنقول اسامي، منتج معين. طب لو ما لقيتش تقول له ما تجيبش، هبقى اجيب انا. عارفين ده معناه ايه؟ ان هي العميل هنا وثق في المنتج ده ثقة عمياء. والثقة العمياء دي ليه؟ لان صاحب المنتج ده قدر يلبي حاجتين. ايه هما الحاجتين دول؟ يلبي حاجات ورغبات المستهلك. يعني ايه حاجات ورغبات؟ هي مش الحاجات هي الرغبات، لا، الحاجة شعور بالحرمان. يعني ايه شعور بالحرمان؟ يعني مثلا انا عطشان، يبقى الحاجة هنا ايه؟ محتاج ايه؟ محتاج مية. دي الحاجة. الرغبة بقى ايه؟ ان انا اقول يا سلام لو المية دي مية سعانة. المنتج لو قدر يحقق لي الحاجتين دول، مش المية طبعا، لو قدر يحقق لي الحاجة والرغبة هشتري السلعة بتاعته وهشتريها، وابقى عندي حاجة اسمها باللغة التسويقية الولاء للصنف. مش هقدر استغنى عنه الصنف او المنتج ده، انا مش هقدر استغنى عنه خلاص. فانا لما اجي انتج سلعة لازم اعمل دراسة جيدة للسوق. ليه بعمل دراسة جيدة للسوق؟ عشان اشوف المنتج بتاعي. خلي بالك، طب انا هقول لك على حاجة، ممكن يكون المنتج بتاعك ده على درجة عالية من الجودة. على درجة عالية منين؟ من الجودة. كمان سعره مناسب والطلب عليه زيادة، لكن المنتج ده ما يتباعش. الله، طب ما يتباعش ليه؟ أقول لك ليه. في حاجة عندنا اسمها الدراسة الكمية للسوق. يعني ايه دراسة كمية للسوق؟ خلي بالك، حد هيقول لي يا عم انا هعمل مشروع على قدي، ايه الكلام الكبير؟ الكلام الكبير ده ينطبق على المشروع الصغير والمشروع الكبير. ليه؟ أساس نجاح المشروع الكبير كان مشروع صغير. شوف كده، ادرس كده وانت بتطلع على الانترنت، شوف كده الناس اللي بدأت وبقت محققة أموال طائلة وثروات طائلة، شوف بدأت ازاي؟ بدأت بفكرة صغيرة، طبقت عوامل النجاح على الفكرة الصغيرة دي كبرت. طيب أما أجي أعمل مشروع لازم الأول، لو بتكلم على الدراسة التسويقية، أعمل له حاجة اسمها إيه؟ كمية السلع المطلوبة في السوق. أو يعني إيه؟ هل سلعتي، الدراسة الكمية يعني الكم بتاع السلعة بتاعتي مطلوب ولا لأ؟ الدراسة الكمية يعني إيه؟ مدى استيعاب السوق للسلع المقدمة. تاني، مدى استيعاب السوق للسلع المقدمة. يعني أنت عايز تفهمني إن السلعة ممكن تكون عالية، جودتها عالية جدا، وسعرها في متناول الجميع، والطلب عليها زيادة وما تتباعش. هديك مثال عشان تعرف يعني الدراسة الكمية للسوق. لو انت قدامك احلى اكلة بتحبها، احلى اكلة بتحبها، امتى ما تاكلهاش؟ تمام، في الحالة دي ممكن ما تاكلش، لما تكون شبعان. لو عندك تشبع، لو حطولك ايه مش هتاكله خلاص.
طيب لما يكون السوق فيه تشبع من السلعة دي ما انتجهاش ولا سواها مش هتتباع حتى لو كانت، وعندنا أمثلة كتير بس احنا مش هنقول على أسامي سلع، عندنا أمثلة كتير لسلع دخلت السوق وخرجت زي ما دخلت زي ما خرجت. ليه؟ في حالة تشبع في السوق، في بعض المنتجات كده شركات معينة مسيطرة عليها والشركات دي بتلبي رغبات واحتياجات المنتجين والمنافسة فيها منافسة محدودة. تيجي تبص تلاقي واحد دخل في السوق مش قادر، ليه؟ لأن في حاجة اسمها استيعاب السلع، سلعتي مش السوق مش هيستوعبها، في عملية تشبع بالسلعة دي في السوق. فوانت بتعمل السلعة بتاعتك خلي بالك من الدراسة الكمية للسوق. يعني ايه؟ ده في بعض المنتجين لما بيجي ينتجوا سلعة بيعملوا من طرق الدراسة الكمية دي، ندي كده مثال بسيط جدا، شوف الناس دي بتشتغل ازاي. حاجة اسمها طريقة ميزانية الأسرة. يعني ايه طريقة ميزانية الأسرة؟ شوف بقى المنتج بيعمل ايه؟ بيحسب ميزانية الأسرة، السلعة اللي هينتجها بتروح عليها الميزانية دي قد ايه؟ والله لو الميزانية دي بتروح عليها مبلغ كبير هنتج كمية كبيرة وانا مطمن ان هي هتتباع. اما لو ميزانية الأسرة بتخصص جزء صغير للسلعة بتاعتي هنتج بس كمية قليلة. نوضح اكتر، مثلا المصانع اللي بتنتج الحلويات مثال كده في البيوت كلها، تيجي تبص تلاقي لو في ولد او اتنين او ابناء في البيت عايزين 10-15-20 جنيه في اليوم حلويات، يعني في الشهر بيت واحد لو في مكون من 3 اطفال واب وام عايزين في الشهر اكتر من 600-700 جنيه حلويات. ما تستغربش من الكلام ده، الكلام اللي بنقوله ده المنتجين بيكسبوا منه ملايين. ازاي؟ يعني هو بيشوف الاسرة الواحدة متوسطة الحال او محدودة الدخل عندها استعداد تضحي من ميزانيتها بحوالي 500. مين ما بيجيبش مهما كانت دخلك محدود، مين ما بيجيبش حلويات لأولاده حتى لو بمبالغ قليلة. تيجي تبص حتى لو انت بتصرف عليها 200-300 جنيه في الشهر، انا بديك على مثال على سلعة واحدة، تيجي تبص تلاقي المنتج يقول لك ايه، انا انتج السلعة دي وانا مطمن. وليه هتتباع؟ ليه هتتباع؟ لان جزء كبير من ميزانية الاسرة مخصص على السلعة دي. ندي بقى امثلة كتير، عندنا منتجات الجبن دي كلها تيجي تبص تلاقي ايه، معظم المنتجات بتروح السوبر ماركت تجيب العشاء او تجيب الفطار او تجيب حاجات من السوبر ماركت، جبن ومش عارف ايه الحاجات دي، ممكن منتجات كتير ما تلاقيهاش اعلانات في التلفزيون، مش محتاج اعلان. ليه؟ السلع هنا سلع ميسره. يعني ايه سلع ميسره؟ يعني هتتباع، مش محتاج اعلان. يعني انت بص كده السلع اللي مش ما بنلاقيش عليها اعلانات، مثلا ملح ما بنلاقيش عليه اعلان. ليه؟ الملح هيتباع ولا مش هيتباع؟ مهما كخل فيه كذا شركه هتتباع. فانت بتبص على سلعتك الكم الاسره بتنفق قد ايه عليها وتنتج وانت مطمن فيه. طبعا في طرق كتيره بيشوف بيها السوق هيستوعب السلع ولا لا، يعني مثلا في طريقه البيانات المرتبطه او طريقه زيت الارتباط. يعني ايه؟ يعني مثلا برضو خلي بالك المنتج ما بينتجش كده وخلاص، ده احنا دلوقتي هنخش في تفاصيل هتستغرب منها. يعني مثلا انا شركه هتعمل مشروع قطع غيار، بعض قطع غيار غسالات، هتنتج كميه قد ايه غسالات بقى؟ ده انا هنتج كميات كبيره. لا استنى، احنا اما تيجي تشتغل مثلا بقطع غيار اي نوع من انواع المنتجات، شوف الاول قطع الغيار دي بتاعت ايه، بتاعت غسالات. طب ما هو انت عندك الغسالات 100 نوع، شوف النوع اللي منتشر ايه عشان النوع الاكثر انتشارا هو اللي طب انت هتقول لي طب ما هو انا هفضل اعدي على البيوت واسال؟ لا طبعا، انت ما تعديش على البيوت وتسال عندهم غسالات نوعها ايه، ده انت بتستعين بمراكز البحوث وتشوف النسبه العاليه من المواطنين اشترت منتج ايه، منتج كذا ومنتج كذا، يبقى انا هشتغل في قطع غيار المنتج ده. ما هو ده عشان تكسب لازم تعمل كده. طيب لما اجي اخش السوق، اخش السوق كده وخلاص ولا في عوامل بتتحكم في الطلب على السلعة؟ السوق يخضع لقانون العرض والطلب، خلي بالك من الجملة دي، السوق يخضع لقانون العرض والطلب. يعني ايه العرض والطلب؟ يعني الطلب من وجهة نظر المستهلك هيشتري كميات قد ايه، اما العرض من وجهة نظر المنتج اعرض كمية قد ايه. وخلي بالك الاثنين عكس بعض. يعني ايه الاثنين عكس بعض؟ المستهلك عايز كمية كبيرة بسعر قليل،
ماشي. اما المنتج عايز يعرض كمية كبيرة لكن يحقق ربح عالي. طيب عشان نحل المعادلة ديت، عشان تحل المعادلة دي وتقدر تدخل السوق كمنتج شاطر، لازم تشوف الاول ايه العوامل اللي بتحدد الطلب على السلعة وايه العوامل اللي بتحدد العرض على السلعة. هنخليك الطلب. يعني ايه الطلب؟ مش انت قلت الطلب ده بتاع المستهلك؟ ما انت كمنتج هتحط نفسك مكان المستهلك وتقول ايه اللي هيأثر في السلعة دي، انا ليه اشتري السلعة دي وليه ما اشتريهاش، وامتى اشتري بكمية قليلة وامتى اشتري بكمية كبيرة. ايه بقى العوامل اللي هتحدد الطلب على السلعة؟ تعالى كده نتفرج مع بعض على العوامل دي ونشوف عامل عامل هتفرق في السلعة كتير جدا. من ضمن العوامل المحددة للطلب ثمن السلعة. نمسك بقى لان ده جزء مهم جدا، ثمن السلعة اللي انت هتنتجها. طيب هل هناك علاقة بين الثمن والكمية المطلوبة من السلعة؟ احنا كمستهلكين هل في علاقة ما بين ثمن السلعة والكمية اللي بنشتريها؟ طبعا بالمنطق كده، كلما انخفض ثمن السلعة كلما زاد الطلب ايه عليها، ده طبقا لقانون العرض والطلب. بس خلي بالك ده مش قانون مطلق. يعني ايه مش قانون مطلق؟ هنقول دلوقتي ليه استثناءات، يعني عشان ما حدش يقول طب ما في كذا، هقول لك هفهمك دلوقتي. لكن القاعده بتقول ايه؟ كل ما سعر السلعه انخفض كل ما الطلب يزيد عليها، وكل ما سعر السلعه ارتفع كل ما الطلب يقل عليها. ودي بنسميها علاقه عكسيه ما بين، او بساعات بنسميها بالطرق الرياضيه في المشروعات المرونه السعريه، اللي بتحكم العلاقه ما بين اللي هو اي تغير في السعر يؤثر على التغير في الكميه المطلوبه. المرونه السعريه دي معناها ان اي تاثر في سعر السلع يؤثر بالسلب او بالايجاب على الكميه المطلوبه. طبعا العلاقه ما بين السعر والطلب علاقه عكسيه. يعني ايه عكسيه؟ زي ما بقول لك كده، السعر يزيد الطلب يقل، السعر يقل الطلب يزيد. دي اللي بنسميها العلاقه العكسيه. حد هيقول لي طب ما هو في سلع مهما السعر زاد عليها الطلب ما بيقلش ولا يزيد. دي بنسميها، دي بقى المرونه اللي بنتكلم عليها. في سلع ذات مرونه عاليه جدا بتتاثر باي ارتفاع طفيف للسعر، في سلع عديمه المرونه مهما حصل مش هيتاثر الطلب. يعني مثلا ندي كده مثال، الأدوية. مريض مثلا لا قدر الله مريض السكر، مريض السكر لو ما خدش العلاج طبعا هيأثر على صحته وهيأثر بالسلب جامد، فالسعر لو ارتفع مش هيقلل الكمية المطلوبة، ده عكس اللي احنا بنقوله. ده بقى اللي بنسميه المرونة. لكن في القاعدة العامة بتقول ان ثمن السلعة يؤثر على الكمية المطلوبة. طب دخل المستهلك، هل دخل المستهلك بيفرق في الكمية المطلوبة؟ طبعا. يعني ايه؟ مش المفروض انا دخلي لما يزيد الكمية المطلوبة يحصل لها ايه؟ تزيد، ودخلي لما يقل الكمية المطلوبة ايه؟ تقل. ببساطة كده مرتبي زاد، بدل ما كنت بجيب كيلو لحمة هجيب 2 كيلو لحمة، يبقى الدخل يزيد، الدخل بيزيد اهو الطلب بيزيد. طيب مرتبي قل، بدل ما كنت بجيب كيلو لحمة لا ده انا هجيب 0.5 كيلو. يبقى المنتج بيعمل ايه؟ بيبص على دخل المستهلك. هل السلعة بتاعته دي، طب ما هو حد هيقول لي طب وانا هعمل سلعة على قد دخل المستهلك؟ لا انا ما قلتلكش كده. امال هنعمل ايه؟ اشوف السلعة بتاعتي ديت المنطقة اللي انا هبيعها فيها على الاقل مستوى الدخل فيها ايه. ما هو لو انا رحت ابيع في مثلا في منطقة مستوى الدخل فيها قليل، سلعة غالية، وقلت المشروع فشل، ما طبيعي ان هو هيفشل. يعني ما طبيعي هيفشل. ليه؟ هل احنا عندنا حاجة اسمها التقسيم الديموغرافي؟ يعني الناس اللي بتنتج السلعة ديت بتدور على الحاجات اللي انا هقول عليها دي، تقسيم السوق ده اللي هي ايه؟ الدخل، السن، الجنس، مستوى الطبقة الاجتماعية، مستوى التعليم، مستوى الثقافة. هل الحاجات دي بتفرق في بيع السلعة؟ طبعا كل ده المنتج الشاطر بيدور على الحاجات دي كلها. يعني دلوقتي انا مثلا ادي مثال، انا بنتج نوع من انواع الاسمده للتربه الزراعيه. طيب اصل حد هيقول لي هي المهنه بتفرق في السلع؟ ما انا هقول لك اهو، انا بنتج اسمده للارض الزراعيه، اوزعها فين؟ قول انت بقى اوزعها فين؟
تمام هوزعها على الاراضي الزراعيه، يبقى هنا الناس اللي بتشتغل مزارعين هم اللي هيقدروا يشتروا مني المنتج بتاعهم. يبقى انا كده بدور على المهنه، هقوم باصص بقى فين اكتر مهنه المهنه بتنتشر فيها الزراعه. اه والله في الحته الفلانيه، يبقى انزل فيها منتجات كتيره. ما ينفعش اروح اعمل مثلا مشروع لانتاج عدد الصيد، صيد الاسماك في منطقه صحراويه. ما هو المناطق يعني كل حاجه بتفرق في السلعه بتاعتي. يبقى سعر السلعه بيفرق، دخل المستهلك بيفرق، شكل السوق اللي انا داخل فيه. السوق عندنا كذا شكل، في عندنا شكل السوق مثلا السوق سوق المنافسه الكامله، عندنا كمان السوق الاحتكاري. يعني ايه؟ في سلع محدش يقدر ينافس الدوله فيها، الدوله هي اللي بتتحكم فيها. طب بتتحكم فيها عافيه؟ لا، ده سلعه استراتيجيه لازم تكون متوفره للمواطنين، يبقى محدش يجي جنبها خالص، زي البنزين وامثال البنزين. يبقى هنا دي سلع كده محدش يقدر يتحكم فيها الا الدوله، لانها تمثل سلع استراتيجيه. لما اجي انا اخش السوق اشوف الاول السوق اللي انا داخله، هل سوق عرض وطلب، سوق منافسه كامله؟ ده انا هقول لك اللي ابعد من كده. هو انا لما اجي انتج منتج واحط له سعر، بحدد السعر بناء على ايه؟ يعني السعر ده بناء على ايه؟ سمعت حد هيقول لي بناء على اسعار السلع الشبيهه. اه بالظبط كده. طب فرضنا بقى ان المنتج بتاعك ملوش شبه في السوق، هو ممكن ممكن منتج جديد ملوش شبه في السوق. احنا بقى عندنا في المشروعات بنقول لك ايه، لو انت هتعمل منتج والمنتج ده ليه مثيل في السوق، زيه في السوق يعني، حدد السعر على اساس سعر السوق. يعني شوف الناس بتبيع بكام وبيع زيهم. اما لو كان منتجك، المنتج بتاعك بقى منتج اول مره يعرض، او منتج تحت الطلب، او حسب قدره المستهلك، او هامش الربح اللي انت هتحدده، او نسبه الاضافه اللي انت هتحددها. يعني حتى ثمن السلعه بيفرق في البيع والشراء. يبقى عندك هنا وانت بتبيع السلعه بتاعتك وانت داخل السوق، بص على الطلب، والطلب ده بتحدده عده عوامل، منها اول حاجه دخل المستهلك وثمن السلعه بتاعتي، وكمان شكل السوق ومستوى الدخل القومي، شوف مستوى الدخول رايح فين. طب انا هقول لك على حاجه، بعض اللي بيعملوا المشروعات بيبصوا على الموازنه العامه للدوله. ايه ده؟ هو الاول يعني ايه الموازنه العامه للدوله؟ الموازنه العامه للدوله دي، شوف بقى الناس دي بتفكر ازاي، والناس دي طبعا يعني على درجه من الذكاء، لان بيعرفوا يحققوا ارباح من اللي انا هقول عليه ده. ازاي؟ احنا عندنا الوقت الموازنه العامه للدوله. الاول يعني ايه الموازنه العامه للدوله؟ عندنا الموازنه العامه للدوله ده بيبقى تقدير متوقع بحجم الايرادات والمصروفات للدوله. يعني كشف ببساطه كده، كشف كده، الكشف ده في الدوله والله ايراداتها كذا وهتصرف كذا. بس خلي بالك ده بيبقى عن ايه؟ عن السنه المقبله، يعني السنه اللي جايه، فتره مقبله يعني. يعني مثلا اتجاه الدولة بناء وحدات سكنية لمحدود الدخل، ده محطوط كده في الموازنة. يبقى على طول المنتج الشاطر أو صاحب المشروع الشاطر يقول لك بس الطلب هيزيد على إيه؟ أيوة، هيزيد على الأسمنت، وهيزيد على الطوب، وهيزيد على العمل. يعني بص فكر إزاي، بص في الموازنة، وأنا لازم كده أبص على اتجاه الدولة رايحة فين وأعمل المشروعات. هو أنا هكسب إزاي؟ يعني شوف المنتج او المنتج بيبص على كل حاجة يقدر يستفيد منها. كمان عندنا جودة السلعة بتاعتي. جودة السلعة يعني ايه؟ قيمة اللي بيقدرها المستهلك للسلعة بتفرق مع المستهلك طبعا. كل ما السلعة بتاعتي جودتها بقت اعلى، كل ما الطلب هيزيد عليها بصرف النظر عن السعر. وكل ما الجودة كانت اقل. هو الجودة يعني ايه؟ الجودة يعني مجموعة المواصفات الادنى اللي المستهلك يرضى بيها عشان يشتري السلعة بتاعتي، دي الجودة. طبعا كل ما المواصفات دي زادت طبعا السعر هيرتفع، بس ليها المستهلك بتاعها. كمان عندنا أذواق المستهلك. هل أذواق المستهلك بيأثر في الكمية المطلوبة؟ طبعا كلنا عارفين المثل اللي بيقول ايه، لولا اختلاف الأذواق لبارت السلع. يعني ايه؟ لو انا وانت كلنا ذوقنا واحد، يبقى مفيش حد هيبيع ولا يشتري. لو انا بفضل اللون، كلنا بنفضل اللون الابيض او اللون الاسود، يبقى الالوان التانيه مش هتتباع. لولا اختلاف الاذواق لبارت السلع. اذا ذوق المستهلك بيؤثر في الكميه المطلوبه، بس هنا الذوق مقصود بايه؟
يعني هندي مثال كده. هل لو زي ما بيقولوا كده الموضه هل بتفرق في عمليه الطلب؟ طبعا. يعني ايه؟ انت دلوقتي لو في مثلا حد دخل محل تلاقي حاجات موديلات مثلا من سنه 2000 و2008 ورخيصه جدا، مش هشتريها. ليه؟ لان الذوق هنا اتغير. عامله بالظبط زي ايه؟ النهارده مثلا انا بجيب الجورنان بتاع النهارده سعره كذا، هل لو الجورنان دوت قعد لتاني يوم وسعره قل 10 مرات بس بتاع تاني يوم هيتباع؟ لا، خلاص كده الموضه او الذوق بتاعه انتهى. فالذوق هنا بيفرق في بيع السلع. التدخل الحكومي، يعني ايه التدخل الحكومي؟ هي الحكومه بتتدخل في الحاجه اللي انا بنتجها؟ انا ما قلتش كده. امال قلت ايه؟ قلت لما تيجي تنتج سلع شوف الاول الحكومه بتتدخل فيها ازاي. طب يعني ايه التدخل الحكومي؟ هناك 3 صور للتدخل الحكومي في اي منتج. اول تدخل الضريبه. طب ايه علاقه الضريبه بالمنتجات؟ لا، ما هو الضريبه بتفرق. يعني ايه الضريبه بتفرق؟ لما اجي اخش انا على سلعه وانتجها اشوف الاول الدوله فرض عليها ضريبه قد ايه، عشان ما تكونش مثلا فرض عليها ضريبه عاليه يبقى انا مش عامل حسابي. لا، اشوف تدخل الحكومه فيها. والله الحكومه ما تعوز تقلل الطلب على سلعه معينه، سلعه كماليه يعني، ترفع الضريبه عليها، تزود الضريبه. لما تعوز تشجع زياده الطلب بتقلل الضريبه، سعر السلعه ينزل. فانا اشوف السلعه بتاعتي تخضع للضريبه دي ولا لا. كمان الدعم. يعني ايه؟ وانت بتنتج شوف الدوله ممكن تدعمك ولا لا. هي الدوله ممكن تدعمك؟ اه طبعا. الدعم ده يعني ايه؟ في بعض الفئات اللي هم غير قادرين على شراء، بنسميها الاعانه يعني، غير قادرين على شراء بعض المنتجات، فالدوله هنا لازم تتدخل كدورها الاجتماعي ان هي تحمي الفئه ديت. وكلنا بنشوف، كلنا بنستفيد من الدعم اللي بتقدمه الحكومه، سواء كان الدعم ده مثلا، ندي مثال بسيط يعني، التموين ما هو ده دعم. لبن الاطفال المدعم ما هو ده دعم. الغاز، الكهرباء، ما هو الدوله بتدعم الكلام ده كله. وانا بعمل المشروع بتاعي اشوف الدوله هنا بتدعمه ولا لا. كمان من صور التدخل الحكومي التسعير الجبري. يعني ايه التسعير الجبري؟ يعني الدوله بتحدد حد اعلى للسعر بواسطتها هي، محدش يقدر يعلي عليها ولا يقلل عليها. زي مثلا رغيف الخبز المدعم ثمنه كذا، مين اللي حدد الثمن ده؟ الدوله. سعر البنزين، مين اللي بيحدد سعر البنزين؟ الدوله. ده اسمه التسعير الجبري. يعني ايه التسعير الجبري؟ والتسعير الجبري ده الدوله بتعملوش على اي سلع، لا، هناك بعض السلع الاستراتيجيه اللي هي تؤثر على الامن القومي للبلد، لازم الدوله هنا تبقى عامله حسابها وتقدر توصل للفئات المستحقين الاسعار اللي احنا بنقول عليها. كل ده المنتج بيستفيد منه وهو بيجي ينتج سلعته. طيب سلعتي هبيعها لمين؟ يعني ايه سلعتي هبيعها لمين؟ نوع المستهلك المستهدف. يعني ما هو انا لازم احدد. احنا عندنا في حاجه عندنا اسمها المزيج التسويقي. لما تيجي تعمل مزيج تسويقي للسلعه بتاعتك، اللي ايه هو المزيج؟ ببساطه كده المزيج التسويقي 4 حاجات اللي انا هقول عليهم دول: المنتج اللي انا هنتجه، السعر اللي انا هبيع بيه، التوزيع اللي انا هوزع فيه، الترويج للسلعه بتاعتي، الاعلان عن السلعه بتاعتي. يعني يبقى بعمل لها مزيج تسويقي. اي عنصر مش موجود في الـ4 اللي قلناهم يبقى مفيش سلعه اصلا ومفيش منتج اساسا. يبقى اي حاجه المزيج التسويقي عباره عن 4: منتج، سعر، توزيع، والمزيج الترويجي للسلعه. ترويجي يعني ايه؟ اللي هو النشاط التسويقي للسلعه، هسوق السلعه بتاعتي ازاي؟ واحد هيقول لي عن طريق الاعلان. طبعا الكلام ده كله باسلوب علمي. اه في طريق. ده احنا عندنا 5 انواع من انواع الترويج لاي سلعه. ايه هم الـ5 انواع دول؟ عندنا اول حاجه بنسميها في علم الاقتصاد والمشروعات بنسميها الاعلان. عندنا تاني حاجه النشر. هل في فرق بين النشر والاعلان؟ مفيش فرق الا في اخر الجمله. يعني ايه في اخر الجمله؟ يعني تخيل اللي انا بقوله كده، الاعلان وسيله من وسائل تقديم الافكار والسلع والخدمات، مدفوعه الاجر. يعني انا لما اجي اعلن عن السلعه بتاعتي بدفع اجر الاعلان ده. اما النشر وسيله من وسائل تقديم السلع والافكار غير مدفوعه الاجر. عشان الناس بس تفهمني ببساطه كده،
دلوقتي انا لما عاوز انزل منتج واعمل له اعلان في التلفزيون او الاذاعه او الراديو او الجرايد او المجلات مش بدفع فلوس، ده اسمه اعلان. طب الناس بطريقه بسيطه كده، مثلا اجي اقول واحد صاحبي يقول لي طب بص ده انا اعرف حته مكان مطعم بيقدم كذا كذا كذا، هل الكلام ده ببلاش ولا بفلوس؟ لا ده بدون اجر، يعني مش بدفعلوش فلوس، ده اسمه النشر. بقى كمان من ضمن الوسائل اللي انا بعملها عشان اروج للسلعه بتاعتك لو انت بتعمل مشروع، يعني تنشيط المبيعات. يعني ايه تنشيط مبيعات؟ بتعمل عمليه حافز للمستهلك. يعني ايه حافز للمستهلك؟ بشجعه على ان هو يشتري، لان لو شجعته ان هو يشتري المبيعات عندي هتزيد. وكلنا بنشوف الكلام ده على فكره بس ما نعرفش اسمه ايه. يعني مثلا تخش محل يقول لك احصل على قطعتين والثالثه مجانا، ده اسمه تنشيط مبيعات. اشتري ب 100 جنيه تاخد خصم 15%، ده اسمه تنشيط مبيعات. التنشيط المبيعات معناها ايه؟ هي حافز للمستهلك. عندنا كمان من وسائل الترويج البيع الشخصي، البيع القائم على الاقناع. تيجي تبص تلاقي وانت قاعد في امانه الله كده، وعلى فكره برضه فرصه ان احنا نقول ان المنتجات دي ما بتبقاش وحشه. يعني وانت قاعد كده في البيت حد خبط على الباب، والله يا فندم احنا شركه كذا ومعنا كذا، وبيبتدي يعرض عليك منتج بطريقه لبقه وعن طريق الاقناع في الكلام. اه تشتري او ما تشتريش، بس احنا اخدين فكره ان المنتج ده منتج سيء، طالما جالنا لحد البيت يبقى منتج سيء. لا هو مش منتج سيء، هو ده نوع من انواع الترويج للسلعه، بس صاحب الفكره دي غير قادر على الاعلان، عاوز فلوس يعلن، غير قادر على توزيع السلع بامكانيات ماديه، ما عندوش عربيات توزع، ما عندوش وسائل تعلن له، فبيضطر يستخدم اسلوب من اساليب البيع المباشره اللي هو بنسميه البائع المتجول او البيع الشخصي، ان هو بيع قائم على الكلام او عمليه بيع شفوي قائمه على الاقناع، ان هو يقنعك بالمنتج ده. ده مش منتج سيء، ده صاحبه ما عندوش القدره الماليه على تسويق المنتج. يعني انا منتج بنتج سلعه ما وما عنديش، بنتج مثلا نوع من انواع الحلل مثلا، ما عنديش قدره ان انا اعمل لها اعلان في التلفزيون، ما عنديش قدره ان انا اوزعها على المحلات، ما عنديش قدره ان انا اعمل لها ان الجمهور يعرفها، او ما اعمل ايه؟ اعتمد على وسيله من وسائل البيع المباشر. يعني انت ما تيأس لو ما عندكش كل القدره دي وتقول بقى مش عارف اسوق، لا تسوق عن طريق حاجه اسمها البائع المتجول. البائع المتجول ده او عمليه البيع الشخصي، ان انت تاخد المنتج وتلف وتبيعه، عمليه بيع مباشره قائمه على الاقناع، عمليه بيع شفويه بالكلام. طبعا بتجيب ناس مدربين بيقوموا بالعمليه، ودي ارخص نوع من انواع الترويج للسلع. عندنا كمان العلاقات العامه، برضو لازم اي شركه كبيره العلاقات العامه بتمثل وسيله اتصال المنظمه بجمهورها، ان العلاقات العامه دي بتقدر تربط المؤسسه بكل الزباين. كل الحاجات دي المنتج بيستفيد منها. طب انا دي الحاجات المزيج التسويقي، طب تقترح عليا ايه لما اعمل اعلان؟ الاعلان ده بعمله ازاي؟ اولا مش بقترح عليك، ده انا بقول لك على الاسلوب العلمي اللي انت ممكن تعمل بيه اعلان. اول حاجه ان انت تشوف ميزانيه الاعلان بتاعتك قد ايه. يعني ايه؟ هل حجم الميزانيه بيفرق؟ طبعا، ما هو حجم الميزانيه ده بناء عليها يتحدد هعمل الاعلان فين؟ هل اعمله في التلفزيون؟ هعمله على الانترنت؟ هعمله مثلا في الصحف، في المجلات، في طبعا انا بحدد هنا الميزانيه. طيب حددت الميزانيه، شوف بقى نوع المستهلك المستهدف. يعني ايه؟ طبيعه المستهلك، انت عايز مين؟ هي طبيعه المستهلك بتفرق في بيع السلع؟ طبعا. هو دلوقتي لما بنتفرج على اعلان مثلا في التلفزيون نبص نلاقي مثلا منتج بينتج مثلا حاجه تخص الاطفال، نوع من انواع الحلويات او لعبه اطفال او تيجي تبص تلاقي جايب لك ايه؟ اطفال بيلعبوا وجايب المنتج ده. ليه؟ هو عايز يشد الطفل. مثلا منتج يخص الانسات فيجيب انسه في عمر الانسات اللي هو عايزهم، منتج يخص الرجال يجيب راجل بمواصفات معينه كل الشباب يتمنوا ان هو يبقى في الشكل ده عن المنتج ده. يبقى هو هنا طبيعه المستهلك اللي انا هبيع له السلعه، المستهلك ده مين اللي هعمل له عليه الاعلان. طبعا كل الحاجات دي بتفرق. كمان طبيعه المنتج اللي انا هنتج هعلن عنه. يعني ايه؟ هي طبيعه المنتج بتفرق. طبعا هو دلوقتي مثلا كل الاتجاه دلوقتي مثلا لو عملنا الابحاث بتقول ان معظم الشباب لما بيدوروا على حاجه دلوقتي او اعلانات بتبقى فين؟
على الانترنت، يبقى انا مثلا لما اجي استهدف الشباب وطبيعه المنتج بتاعتي هي اللي بيشتريها الشباب، اعمل اعلاني فين؟ اعمل اعلاني في الوسيله المقروءه اكتر او المسموعه اكتر او المشاهده اكتر. فده بتبقى حسب طبيعه السلعه اللي انا بنتجها، السلعه دي لها تاثير، فانا بشوف السلعه دي مين اللي هيشتريها وبناء عليه احدد مين طريقه الاعلان بتاعتي. اذا كل نقطه بتفرق في بيع السلعه. كل ده بنتكلم على ايه؟ على الدراسه التسويقيه. العمليه مش عشوائيه، العمليه دراسه علميه بتوضح لك ازاي لو عايز تكسب من المشروع لازم تمشي على الدراسه اللي قلنا عليها دي. تعال نشوف مع بعض كده الخطوه اللي بعد كده في العوامل. العوامل المحدده لعرض السلعه. طيب يعني ايه عرض السلعه؟ ما احنا اتكلمنا على الطلب. العرض هنا بقى من وجهه نظر المنتج. السؤال الطبيعي كده، طب انا دلوقتي انتجت اعرض قد ايه؟ اما يسال متخصص بقى يقول له اعرض قد ايه؟ يقول له السؤال ده انا مش هقدر اجاوبك عليه الا لما تجاوبني انت على الاسئله دي. اول سؤال عندنا اهداف المشروع. هدفك من المشروع ايه؟ هو المشروع ليه هدف؟ اه طبعا. عارف انت لما تكون مثلا حد فتح محل وتقول له انت منزل اسعار قوي كله، يقول لك يا عم انا هدفي بس ان الزبون يعرفني. شوف قال ايه؟ انا هدفي ان الزبون يعرفني، انا مش هدفي دلوقتي الربح. يبقى كل مشروع ليه هدف. إيه لو بس صناعه على المستوى القومي، يعني الدوله لما تيجي تعمل مشروع هل بيبقى هدفها الربح؟ لا، في مشاريع بتبقى هدفها المنفعه العامه، في هدفها النفع القومي للمجتمع، في هدف ربح. فبشوف هدفك من المشروع وبناء عليه. يعني انت مثلا عايز المستهلك او السوق يعرفك، فخلاص طالما عايز يعرفك ومش بتدور على الربح هتنتج كميات كبيرة. عايز تخش في المنافسة يبقى هتنتج كمية معينة. يبقى كده العرض بيفرق معاك على حسب اهداف المشروع. كمان العرض بيفرق على سعر السلعة. يعني ايه؟ والله سعر السلعة لو عالي والطلب زيادة عليها اعرض كمية كبيرة. انا بتكلم من وجهة نظر المنتج، لان المنتج لو السعر بتاعه عالي بيحقق ارباح عالية ولا ارباح قليلة؟ تمام، ارباح عالية، وانا بحقق ارباح عالية وبعرض كمية كبيرة يبقى هحقق مكسب اكتر، وكل ما حقق مكسب اكتر هعرض كمية كبيرة. طب ما انت هتقول لي ما ده عكس الكلام اللي قلناه، قانون الطلب والعرض. اه خلي بالك احنا عندنا تمن السلعة في الطلب حاجة وتمن السلعة في العرض حاجة تانية. يعني ايه؟ تمن السلعة في الطلب علاقة عكسية، التمن يزيد الطلب يقل. اما في العرض تمن السلعة يزيد الكمية المعروضة تزيد. طب ليه؟ ما هو تمن السلعة يزيد والناس تشتري اكتر يبقى عندنا مبيعات اكتر، يبقى المنتج هنا هيبيع اكتر. طبعا قانون الطلب والعرض ده ساعات ما بنلاحظوش هنا كتير جدا. ليه؟ عندنا بعض الاستثناءات للكلام ده. يعني مثلا في عندنا كل ما سلعة سعرها زاد، ما السعر السلعة سعرها يزيد الطلب يزيد عليها، دي بنسميها سلعة تفاخر. يعني ايه سلعة تفاخر؟ يعني نلاقي مثلا عربية غالية نزلت طبقا لقانون الطلب والعرض، لما العربية سعرها يزيد الطلب يقل عليها. تلاقي لا، كل ما السعر يزيد الطلب يزيد عليها. فئة معينة بتجيبها بغرض التفاخر، ان يتتفاخر بيها، ودي سلعه موجوده. زي مثلا المزاد. المزاد عكس اللي احنا بنقوله، كل ما السعر بيزيد الناس بتزود في السعر الطلب بيزيد على المنتج ده. برضو ده نوع من انواع سلع التفاخر اللي احنا بنقول من استثناءات قانون الطلب. كمان الخوف من المستقبل. يعني ايه الخوف من المستقبل؟ الخوف من المستقبل بينسف قانون الطلب. بمعنى ايه؟ تيجي تبص تلاقي مثلا لو في انسه بتسمعنا، تيجي تبص تلاقي تسال مامتها كده، تيجي تبص تلاقي اسعار جهاز العروسه يعني بيزيد ومبالغ رهيبه، ومع ذلك الام تعمل جمعيات وتستلف وتبتدي تجيب الاجهزه ديت. يعني السعر بيزيد والطلب كمان بيزيد. ليه؟ خوفا من المستقبل. يعني خايفه ان تقول لك ايه يا ماما ده سعر بيزيد بنجيبها ليه؟ اسكتي ده بوك، بعد كده السعر هيعلى. طبعا السعر هيعلى على ديت المنتج، ده اللي بنقول عليه بقى المنتج هنا بيعرض السلعه يرفع السعر، السلعه تتباع يعرض كميه اكتر. طيب عندنا كمان المستوى التكنولوجي. المستوى التكنولوجي المستخدم. طيب هي التكنولوجيا مفيده للمشروع؟
اوعى تتسرع وتقول او لا، لان ده سؤال صعب اجابته جدا. لتكنولوجيا مكلفه، فانت لو في مشروعك هتستخدم التكنولوجيا، قبل ما تدخل التكنولوجيا جاوب على الكام سؤال اللي هنسالهم دلوقتي. اول حاجه، هل التكنولوجيا دي اثبتت جدواها ولا ما اثبتتش جدواها؟ يعني ايه جدواها؟ يعني اثبتت فايدتها ولا لا؟ لان ممكن تكون تكنولوجيا وما لهاش فايده، يبقى هنا ما دخلهاش بجانب ان انا اتفاخر ان انا مدخل التكنولوجيا. عامله بالظبط زي ايه؟ تيجي تبص تلاقي مثلا انا عايز موبايل ثمنه سعره عالي. طب انت عايزه ليه؟ ده تكنولوجيا حديثه. انت عايزه ليه؟ ما عايزه عشان اتكلم فيه. طيب هل هنا الجدوى بتاعته هنا هتفيدك انت ولا لا؟ طب مش هتفيدني، لان ممكن بتمن اقل من كده عشرات المرات اجيب موبايل واتكلم فيه زي ما انا عايز ويحل محل ده. يبقى انا هنا لما اجي ادخل التكنولوجيا عندي، اشوف الاول زي ما بقول لك كده جدوى التكنولوجيا، ان تكون التكنولوجيا اثبتت جدواها او فايدتها. رقم اتنين، مدى استيعاب البلد للتكنولوجيا. يعني ايه؟ تكنولوجيا حلوه وكل حاجه، بس هل المجتمع اللي انت فيه هيقدر يستوعب التكنولوجيا دي ولا لا؟ ما ننساش تاني ان التكنولوجيا عمليه مكلفه، وطالما عمليه مكلفه هل المجتمع عندك يقدر يستوعب التكنولوجيا دي ويحول لك الاستيعاب ده لمبيعات متوقعه؟ يعني ايه؟ يعني انت كل ما بتزود المبيعات، كل ما تزود التكنولوجيا بتاعتك، لو ما كانتش التكنولوجيا اللي انت هتدخلها تزود لك المبيعات، يبقى بنقص منها، ما تجيبهاش. ليه؟ لان هتبقى هنا النقطه الرابعه، تكلفه التكنولوجيا. يعني ايه تكلفه التكنولوجيا؟ يعني التكنولوجيا بتاعتك اللي انت عايز تدخلها، شوف الاول تكلفتها والعائد اللي جاي من وراها. والله تكلفتها عاليه والعائد قليل، لا ما اجيبهاش. تكلفتها عاليه. هدي مثال بسيط كده عشان تفهم انا اقصد ايه. يعني مثلا احنا عندنا في البيت مثلا في تلفزيون بنتفرج عليه، والله عايز اجيب شاشه مكان التلفزيون، شاشه LCD. طيب التكلفه بتاعتها لقيتها عاليه جدا، هرجع اقول ايه؟ لا مش هجيبها بقى، ما التلفزيون بيأدي نفس الغرض. صح، تمام. تعالى بقى نفس الموقف ده مع صاحب كافيتيريا عنده تلفزيون، بدأ يلاحظ ان الزباين عنده اقل من الكافيتيريا اللي جنبه، فسأل ابنه الصغير انت، قال له يا بابا ده جايب شاشه كبيره، يبقى هنا ومكلفه بابا. يبقى هنا هيقول له ايه؟ لا ده انا جايبها ليه؟ ليها عائد. يبقى انا بحسب استخدام التكنولوجيا بتاعتي هنا، والله هيجيب لي عائد يبقى اكلف وادخل تكنولوجيا، مش هيجيب لي عائد متوقع وزياده في المبيعات يبقى التكنولوجيا ملهاش اي لازمه. يبقى انت كمنتج خلي بالك الحاجات دي كلها بتفرق. انت لما توفر من هنا وتوفر من هنا وتوفر من هنا، بتوفر في التكاليف، بتحقق في الاخر ايرادات عاليه. نرجع تاني نكمل العوامل اللي بتاثر في العرض. مرونه عرض المستلزمات الانتاج. يعني ايه؟ اسال نفسك كده سؤال برضو، هو ازاي مثلا اسعار المنتجات ثابته واسعار المواد الخام متغيره؟ يعني مثلا ندي مثال بسيط كده، لو بنجيب كيس صلصه، كيس الصلصه ده في السوبر ماركت او عند التاجر سعره مثلا 5 6، سعر ثابت ما بيتغيرش كل يوم. اما سعر الطماطم بتغير. طب ازاي المنتج بيقدر يحل المعادله دي؟ طبعا دي بيحلها عن طريق ان السعر لما يكون منخفض بيجيب كميات كبيره ويخزن. اذا هنا العمليه مرتبطه ببعضها، المنتج بتاعي مرتبط بالمواد الخام، هل في مرونه في المواد الخام ولا ما فيش مرونه في المواد الخام؟ كمان اسعار الخدمات، اسعار الكهرباء وانت بتعمل المشروع، خد بالك احسب اسعار الخدمات بتاعتك، اسعار الوقود، اسعار الغاز، اسعار الكهرباء، شوف الاسعار بتاعه الكهرباء، الحاجات دي كلها تحسبها. التكاليف اللي بنقول عليها ديت، التكاليف التشغيليه اللي هتشغلك، هل التكاليف ديت بعد ما تنتج المنتج بتاعك هتغطيها ايرادات، هتغطي ولا مش هتغطي؟ هي ممكن ما تغطيش، طبعا. عشان كده في بقى احنا بنقول ايه، لما جينا اتكلمنا في دراسه الجدوى قلنا ده اسلوب علمي لقياس درجه نجاح المشروع. هو فعلا اسلوب علمي
طبعا عندنا حاجة في المشروعات، لما تيجي تعمل مشروع حاجة اسمها نقطة التعادل، ودي حاجة جميلة جدا تقدر تقيس لك أي مشروع ممكن تبتدي من فين في الإنتاج. يعني مثلا أدي مثال كده، لو عندنا مصنع والمصنع ده في عنده تكاليف ثابتة وتكاليف متغيرة، يعني إيه؟ يعني تكاليف، يعني مثلا بمجرد ما شغل الآلات، سواء الآلات دي أنتجت أو ما أنتجتش، كهرباء يتم سحبها خلاص، لو مفيش مواد خام العامل هياخد الأجر بتاعه، كل دي بنسميها تكاليف ثابتة. طيب انا لو عندي مصنع وبنتج مثلا سلعه معينه، انتج قد ايه عشان تغطي التكاليف دي؟ دي اللي بنسميها نقطه التعادل. لو قدرت تحسب نقطه التعادل بتاعتك ديت، هتقدر تقول انا انتج قد ايه من المشروع ده. نوضح اكتر، يعني مثلا هندي مثال كده، نقطه التعادل دي هي النقطه التي يتساوى فيها الايراد مع التكاليف. تاني، نقطه التعادل هي النقطة التي تتساوى فيها الإيراد مع التكاليف. النقطة بتاعت التعادل دي لأي مشروع، هتبص تلاقي إيرادك 1000 تكاليفك 1000. طب أنت كده كسبت؟ لا ما كسبتش. طب كده خسرت؟ لا ما خسرتش. طب أنا عايز أكسب. إذا هنا بقى نبتدي نخش، طب عشان تكسب خلي بالك أنت الكمية قد كده. إزاي؟ في عندنا حاجة بقى بنقطة التعادل دي بجيبها بالكمية أو بالقيمة. هندي مثال على الكمية، مثال بسيط كده. كمية يعني إيه؟ يعني انا بشوف انتج كام عدد من الوحدات. طب كميه التعادل دي بتساوي ايه؟ التكاليف اللي انت صرفتها على سعر بيع الوحده اللي انت بتنتجه ناقص تكاليفها المتغيره. يعني مثلا ندي مثال بسيط، لو انت عندك مشروع والمشروع ده تكاليفه اللي انت تكاليفه الثابته او الاستثمار المبدئي بتاعه 100,000 جنيه، وهتنتج وحده، الوحده دي هتباعها مثلا ب 10 جنيه وتكلفتها عليك 5 جنيه، انتج كام واحده عشان ما اخسرش الاول؟ عشان ما اخسرش، مش عشان ما اكسبش، لا عشان ما اخسرش. هقول لك تعمل ايه، تجيب التكاليف بتاعتك اللي هي ال 100,000 جنيه، تقوم حاطط شرطه كسب كده، وتشوف انت هتبيع الوحده بكام. هبيعها ب 10 وانت مكلفها كام؟ 5، وتقول 10، تقول ال 100,000 على 10 ناقص 5 هيديك مثلا 5,000 وحده. يبقى انت الحد الادنى للانتاج عندك عشان ما تخسرش 5,000 وحده. طب لو عايز تكسب، اه بالظبط كده، ابتدي انتج 5,000 وحده. بس خلي بالك انت لما تنتج، اصل كده كده التكاليف دي، التكاليف دي هتدفع. يبقى انت شطارتك بقى في ايه؟ ان انت تنتج اكتر من كده. هدي مثال بسيط عشان تفهم. دلوقتي لو انا رايح مشوار وركبت تاكس، والتاكس قال لي هاخد في المشوار ده 10 جنيه، فسواق التاكس او هو خد ال 10 جنيه قال لي والله واحنا ماشيين كده ده ال 10 جنيه دي على قد مشوار البنزين اللي انا رايحه، يعني كده انا ولا كسبت ولا خسرت. تمام، يبقى المشوار هيستهلك كام بنزين؟ 10 جنيه. بعد ما مشينا بدقيقه شاور له واحد تاني، قال يا فرج الله ركب. طب انا اسال سؤال بقى، هو لو ركب 3 و4 في التاكسي ده، هل البنزين هنا هياخد استهلاك اكتر ولا هو هو؟ اه دي بقى التكاليف الثابته، البنزين هو هو. يبقى هنا السواق من مصلحته انه يركب واحد واثنين وثلاثة، لان دي كل بالنسبة له مكسب. لو ركب الزبون ده بس هيجيب تكلفة المشوار، كل راكب هيزوده. يبقى هو المنتج الشاطر ان هو اللي يقدر يستغل في حتة نقطة كمية التعادل دي، يقدر يستغل التكاليف الثابتة ويعلي الانتاج بتاعه. كده كده هيستخدمها، يعني احنا لما بنشغل جهاز حط الفيشة في الكهرباء كده بدأ يسحب كهرباء، مالكش دعوه بقى الجهاز ده شغال ولا مش شغال، يعني منتج لك ولا لا، هو بيسحب الكهرباء. يبقى انا شطارتي ان انا استفيد بالوقت بتاع التكاليف الثابته. فدي طريقه من طرق ان انا اقدر احسب كميه التعادل. طيب هو انا اقدر احسب المشروع ممكن يجيب لي فلوس في قد ايه؟ اه طبعا، في حاجه عندنا اسمها فتره الاسترداد. طب هو انا ابتدي اكسب امتى؟ سؤال برضو من اللي بيسالوه اللي بيجي يعمل مشروع. هقول لك علميا تبتدي تكسب من المشروع اللي انت بتعمله لما تاخد او تمسك التكاليف بايدك. اول ما تمسك التكاليف بايدك اصبح اللي جاي ربح. ازاي؟ لو انا عامل مشروع مثلا والمشروع ده كلفته 100,000 جنيه، محل، طبعا المحل كل يوم هيبيع، هل ده ربح؟ لا ده مش ربح. امال ده ايه؟ ده ايراد. طب احسب الربح ازاي؟ طبعا بتطرح التكلفه
من اجمالي المبيعات بتاعتك وتفضل لك. بس مش دي مشكلتي. مشكلتي ايه؟ امتى انا بقى اقول انا كسبت فتره الاستبداد دي؟ كسبت لما اتحصل على التكاليف بتاعتي في فتره زمنيه معينه. يعني مثلا، ودي طريقه من طرق تقييم المشروعات، فتره الاستبداد. ندي مثال بسيط كده. انا دلوقتي مثلا عملت مشروع، او في دراسه الجدوى قال لي المشروع ده، انا مثلا عملت المشروع كلفته 100,000 جنيه ومتوقع ان هو يجيب لي 200,000 جنيه وعمر المشروع 5 سنوات. هل ممكن احسب له هيجيب فلوس امتى؟ اه ممكن تحسبها بطريقه وقوانين والكلام ده. طيب انا جبت فلوسي هنا في 3 سنين. طب ده شيء كويس ولا وحش؟ هعرف منين ان انا جبت فلوسي في 3 سنين؟ طب دي حاجه كويسه ولا حاجه وحشه؟ هقول لك تقيسها ازاي. اول حاجه بتقيس على المشاريع المماثله. يعني ايه المماثله؟ تشوف المشروع اللي زيك نفس نشاطك، يعني اللي سبقك جاب فلوسه بقد ايه. انت نفس نوع النشاط حسبت ان انت هتجيب فتره استبدادك في 3 سنين. المشاريع اللي قبلك جابت فتره استبدادها في 2 سنين، لا يبقى انت تعملش مشروعك انه ما جابوها، جابوا الفلوس قبلك. طيب الناس دي جابت فلوسها في 4 سنوات، لا اعمل مشروعك، انت هتجيب قبلهم. بس خلي بالك فترة الاستبداد قايمة على ايه؟ قايمة على الزمن. يعني ايه الزمن؟ على المدة، هجيب فلوسي بقد ايه؟ طيب هل الكلام ده ليه عيوب؟ طبعا ليه عيبين مهمين جدا. انت في الطريقة ديت بتبقى مشكلتك ان انت تجيب فلوسك بسرعة، تجيب تكاليفك بسرعة، وبتهمل مكاسب اخرى. يعني ايه مكاسب اخرى؟ في ناس ما تبصش للتكاليف دلوقتي، تقول لك انا بربي اسم في السوق، بعمل سمعة للسوق، بعمل اسم شهرة في السوق. اسم الشهرة ده اصل من الاصول اللي بتبقى لصاحب المنشأة، اصل بيتباع لوحده الاسم ده. بس الاسم ده عشان يتعمل بيتعمل في يوم وليلة؟ لا طبعا، ده بياخد مدة كبيرة عشان يتعمل وعشان يقدر ينافس في السوق. فمش هيجي الاسم اللي اتعمل ده زي اسم واحد عامله في سنة او سنة ونص. لا، القديم ده ليه الاسم بتاعه. فالاسم ده بتعمله بيبقى اسمه اسم شهرة. اسم الشهرة ده لما انت بتدور على فترة الاستبداد بتهمله خالص. كمان من ضمن العيوب بتاعت فترة الاستبداد اهمال القيمة الزمنية للنقود. يعني ايه؟ ما هو انا ما افرحش ان انا اجيب فلوسي بعد 3 سنين. مشكلة هنا بقى، بعد ال3 سنين دول الفلوس دي يجيبوا ايه؟ في حاجة اسمها القيمة الشرائية للنقود. يعني ايه؟ هدي مثال كده عشان تبقى فاهم يعني ايه قيمة زمنية للنقود. انا لو جبت مثلا 10,000 جنيه وقفلت عليهم خزنة، والخزنة دي سبتهم لمدة 5 سنوات، يزيدهم ولا يقلهم؟ طبعا الكلام في الموضوع ده يطول شرحه، وبإذن الله ان شاء الله ان كان لنا عم في الحلقات القادمة هنستكمل مع بعض دراسة مادة المشروعات. ارجو ان انتم تكونوا استفدتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.